ايه النرجسية وايه الاضطرابية وايه علاقتها بالتفاخر هقولك والتباهي؟ تمام. اتفضلي. يعني ايه اضطراب الاول شخصية؟ يعني حد عنده مشكلة نفسية بتعطله عن انه يعمل علاقات طبيعية مع نفسه او مع المحيط اللي هو عايش فيه، ده المضطرب. ده الاضطراب. تمام. تمام. ده على مستوى الوظائف، على المستوى الوظيفي اللي هو ايه، على مستوى العلاقات، علاقته بنفسه، تفهمه وادراكه للاخرين، ده كده اسمه اضطراب. طيب اضطراب بقى شخصية، اضطراب في شخصي. سمة شخصية محددة عنده بتميزه بشيء معين، بنقول ان هي ليها علاقة بمصطلح التباهي او بظاهرة التباهي اللي هي الشغف، اللي عنده اضطراب في الشخصية. اللي تمام. هو في سمتين. الفئة التانية. الاتنين دول او اللي هي الهستيرية والنرجسية فيهم سمة او عندهم صفة مميزة جدا، وهي حب الظهور. الهستيري الهستيري والنرجسي. والنرجسي عندهم دي حاجة مميزة جدا. مش شرط ان الشخص يوصل للاضطراب النفسي، ولكن ده اهم ما يميزه. يعني ايه؟ يعني ممكن ما يكونش عنده اضطراب ولا مشكلة نفسية، بس عنده السمة دي، لو زادت لا ممكن تدخلنا في سكة الاضطرابات. طيب دكتور، ايه الاساس؟ يعني تعال نرجع كده لورا ونعرف ايه اساسها. كذا حاجة، بس هما 3 حاجات اساسيين. يا اما موضوع وراثي، يعني في الجينات، يعني العيله هتلاقيها كلها كده، دي سمه في العيله، كل العيله بتتصرف بنفس الطريقه، يحبوا التباهي والظهور. فتلاقي الاب مثلا يقول انا ادخل ولادي هندسه يا طب علشان انا اقول ابو الدكتوره وابو المهندس، يعني بسبب التربيه حضرتك. دي حاجه. والتربيه والبيئه المحيطه كمان. يعني ايه البيئه المحيطه؟ يعني تلاقي دلوقتي مثلا في عندنا توجه معين لمجموعه كبيره من المجتمع رايحه في اتجاه لا احنا نحب ان احنا شقف في المنطقه دي، عربيه معينه، نوع معين، سكن معين، في منطقه معينه، حاله ماديه معينه، تعليم معين، هو ده. تمام. بس في الحقيقه دي على فكره المؤشرات دي ما بتدلش على انسان ده غني ولا لا، لانه ياما في ناس بتجيب الحاجات دي بالاقساط او في طرق الدين، فده بيدلش على مستوى الاجتماعي. مظبوط. بس هو بتكون هدف عايز يوصل معلومه للناس. بالظبط. ايه هي؟ بالظبط. انه انا اغنى منكم مثلا ولا ايه؟ ممكن تعرفي لي هو بيكون قصده ايه بصي، المتباهي؟ هو عاده احنا دايما بنقول ان قد يكون، قد يكون، مش شرط اساسي. تمام. حتى بالنسبه للاضطراب قد يكون، يعني دي من احد الاسباب. السبب التاني ان هو قد يكون الشخص اللي بيحب يتباهى ويتفاخر بشكل كبير قوي، اللي هو زايد عن الحد، مش في الحدود المعقوله. احنا كل اللي احنا بنتكلم عنه في الحلقه زايد عن الحد. قد يكون عنده عقدة نقص، عايز يعني هو بيشعر بقلة الكفاءة، مفيش تقدير ذاتي عنده، مش ما عندوش شعور كافي بالأمان، بيحب يثبت ذاته، بيحب يصلح صورته الاجتماعية عشان يحصل له قبول اجتماعي وسط فئة معينة. معلش أنا هوقف حضرتك هنا. يثبت ذاته، دي كلنا بنحب نثبت ذاتنا، مين فينا ما احنا بيحبش قلنا يثبت احنا في ذات؟ الاكستريم، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا زيادة عن اللزوم. طب ازاي اعرف نفسي مثلا؟ انا هتكلم عن نفسي، ازاي انا عايزة اثبت نفسي؟ ازاي اعرف نفسي انا هنا في اكستريم؟ يعني ما هل حضرتك مضطرة ان حضرتك تشتركي او تكوني موجودة في منطقة اجتماعية ليها مميزات او صفات معينة علشان تقولي انا فلانة انا ناجحة، انا نور فخري انا ناجحة؟ يعني احنا المفروض الشخص ده بتكلم قدام الناس ويقول لهم والله انا ماخد، يعني بتحدث بالكلام ده. بالزبط. بيشهر بالكلام بالزبط. ده. طب ما بيخافوش من الحسد؟ مش عارفة صح. الصراحة حتة ان هما بيخافوا من الحسد، لا خلي بالك، يعني في ناس بتبقى هي شغلتها ان هي تبان ده. يعني مثلا عندنا كل الانفلونسرز السليبرتيز كلهم بيطلعوا بعربيات خاصة وبطيارات خاصة وبيعملوا ايفنتس وبيبانوا وبيتصوروا ليل ونهار، ده شغلهم، ده جزء من شغلهم.